إن هذه التظاهرة الإعلامية التي تندرج في إطار وضع حيز التنفيذ لمخطط الاتصال الجيش الوطني الشعبي المصادق عليه من طرف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في شقه الخاص بهياكل التكوين، تعد من العادات الحميدة التي دأبت قيادة الجيش الوطني الشعبي على تكريسها على مر السنين، سعيا منها إلى تجسيد مبدأ تقريب المؤسسة العسكرية من المواطن لا سيما فئة الشباب وكذا التعريف بسلاح المعتمدية، كما تهدف سياسة الاتصال الجواري التي ما فتئت تنتهجها القيادة العليا إلى تدعيم أواصر الترابط بين أفراد الشعب والمؤسسة العسكرية وتقوية لحمتها.